قعدتيش ليه في اوتيل زي ما قلت لك؟ عشان مش معايا فلوس يا مام. والفيزا كارد فين؟ لا يا ماما، انا اللي طلعت كل الفلوس من على الفيزا كارد. واخدته حطيته في الشنطه اللي ضاعت، مش كده؟ صح. نمتي فين امبارح؟ مام انا هقول لك على كل حاجه. كل حاجه اوكي. انت سبتيني. عم عمران وقف تاكسي and he paid the taxi. قالوا وديها عند كورنيش النيل. alright. فانا ركبت ورحت كورنيش النيل. انا مش معايا فلوس فمش هقعد في هوتيل اوكي. فنزلت عند كورنيش النيل انا والشنط. ففي تو بويز وحشين قوي they came وعكسوني يا مام اوكي. فالولد اللي هو صاحب الميكروباص اللي هو بيبيع شاي جنب المكان اللي انا وقفت فيه جه ودافع عني وقعدني عند عربيه الشاي اوكي. انا والشنط وعنتر وعبله وكمان انا بت عنده يا مام اوكي. بس with his family وهم حافظوا عليا وحافظوا على الشنط وعلى عنتر وعبله كمان. ده واضح ان هو حافظ على حاجات جدا. طب فين تليفونك؟ ضاع في التاكسي يا مام. انا اعمل ايه؟ كان ممكن يكون انا على فكره. يا ريت. بعد الشهر مين اللي قال لهم على عنوان البيت بتاعنا؟ مين؟ ستوب. العربيه بتاعت الشاي بتاعت الولد اللي انا كنت بايت عنده اللي جه هنا وجاب الشنط اوكي قريبه من البيت بتاعنا. فهو شافنا واحنا طالعين البيت يا ماما. ومين اللي طلع الشنط واحنا نايمين؟ انتوا كنتوا نايمين لكن انا كنت خايفه منك يا ماما. فانا سمعت الهون بتاع العربيه بتاعت الولد ده وقلت له طلع الشنط بليز. فهو جابهم هنا يا ماما. I think she's a liar. No, your mom. I'm telling the truth. I know. بس. حاضر يا مام. حاضر يا مام. Let's go to sleep. Ouch. I'm sorry. حمارة. Mom, I'm sorry. شفتي عملتي إيه؟ مع كمان مطولة ضوافرها قد إيه؟ طولها. خلاص. عنك يا حوية. استنى بس، استنى يا أكرم عشان حاجة ما تتبهدلش. أنا ما صدقت طبقتها. أيوة كده.